سدان اسماعيل عبد الحكيم بكر يوم 9/10/2019 بزياره مكتب سهل محافظه المنوفيه، فطر المجني عليه الشيخ محمد محمود سعيد البنا عمدا مع سقف الكسر والترصد وحرزوا اسلحه بيضاء بدون تركيز تكون مكونه من الدراسه الشخصيه والمهنيه، مما يتعين ادانات معامله بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، والمواد 1/1/25 مقرر على 1 و30/1 من القانون 394 لسنه 1954، المعدل بالقانونين الفاظ 26 لسنه 1978 و165 لسنه 1980 و5 لسنه 2019 والبندين رقمين 5 و7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الداخليه رقم 1756 لسنه 2007 والمواد 2/1/95 و111 من قانون الخطه رقم 12 سنه 69 المعدل بالقانون 126 لسنه 2008. لهذه الاسباب وبعد الاطلاع على المواد السريه الذكر حكمت المحكمه الحضوريه اولا ومعقبه كل من محمد اشرف عبد الغني راس مصطفى حمد مصطفى مين وشورتي حماصه اسلام عاطف رمضان عواد في السجن لمده 15 سنه عن جميع قوانين الارتباط ومصادره السلاح المضبوط. ثانيا ومعقبه المتهم اسماعيل اسلام اسماعيل عبد الحكيم البخت في السجن لمده 5 سنوات.